ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي معاكم لفقرة استوديو الحريف. مكملين معاكم حلقتنا ودلوقتي هنخش بقى في الجد مع محللينا الكبار ونحلل معاهم كل كبيرة وصغيرة في مباراة الأهلي امبارح مع سموحة في نص نهائي كاس مصر. رؤيتهم للمباراة اللي جاية، مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، استعدادات كولر ليها. بنرحب بناقدنا الرياضي اللي على طول معانا طبعا آسر حسين والناقد الرياضي سامح سمير. أهلا بيكم منورنا. اهلا بك يا ميرا وبهند، ومبسوط مع استاذ سامح ودايما مبسوط معاك. اسر بقى بيجي البرنامج اكتر مني. ايوه يعني انا انت لما دخلت انا ما قمتش، عارف حريف معاكم. ايوه احنا قمنا اول ما سامح دخل عشان حسينا انه اول مره وكده. بس اسر بقى بعض اسر اقعد. طيب انا عايزه ابتدي معاكم ان احنا النهارده مسميين حاطين عنوان للحلقه الاهلي والفولت العالي. عايزينكم تحطوا مسمى كده للي حصل امبارح. ابدا انت استاذ سامح بالمسابقه. ابدا انا في البدايه مبسوط اني موجود النهارده مع الحريفه على المستوى الاداء وعلى المستوى المهني وعلى مستوى الشاشه. الله يخليك. حقيقه مع اميره ومع هند. الله يخليك. لكن امبارح انا كنت عامل لقطه حلوه كده مسميها ليله الفولت العالي. هي امبارح كان خدت منشط عندي حتى في الجورنال، ليله الفولت العالي امبارح محمود عبد المنعم كهربا امبارح رد على الكل. صحيح. رد على المنتقدين، رد على المشككين، رد على كل اللي قال ان محمود عبد المنعم كهربا بطل كوره. كهربا روح اعتزل، يا ترى لو اعتزل هيروح فين؟ يا ترى مين اللي هيدفع له الغرامه؟ يا ترى الاهلي هيساعده ولا لا؟ قصص وحواديت ومواويل سمعناها عن كهربا. هو سكت تماما، وانا احترمت ده في كهربا، احترمته جدا الفتره اللي فاتت، التزم الصمت تماما. يمكن ليله مباراه سموحه قبلها ب 24 ساعه كتب لودينج وعمل صوره ليه، انا قلت خلاص هو نازل المباراه، وكانت مصادرنا بتؤكد ان خلاص الخطاب وصل وفيفا قال العب يا كهربا، والاهلي ما بيهزرش. الاهلي مش هيشارك كهربا وهو عنده ازمه في اي لائحه، الاهلي عنده اسطول من الاستشاريين القانونيين. فمن الطبيعي ان اول ما يجي الضوء الاخضر العب يا كهربا، هو الولد كتب لودنج على طول ونزل ما هزرش. امبارح كان التوفيق كان معاه، ربنا سبحانه وتعالى كان معاه بشكل غير طبيعي امبارح. التوفيق، الحظ، المجهود، التعب، العرق، كل الجمل التكتيكيه اللي حصلت امبارح في اول خمس ست دقائق. انا قلت لهم قبل المباراه يمكن زمايلنا واحنا قاعدين بنتكلم هل كهربا هيعمل ايه النهارده، وبيسالوني قلت لهم النهارده الولد الشقي عنده فرصه ان هو يرجع من تاني. لو رجع محمود كهربا من تاني هيكسر الدنيا، لان كولر محتاج في امس الحاجه لراس حربه سوبر. الراجل بيعاني، شايف ان انا محتاج راس حربه سوبر. محمد شريف بيحاول ان هو يعيد توازنه. حسام حسن راح لسموحه، كامل التوفيق طبعا. ايضا شادي حسين لسه بيدخل في فورمه النادي الاهلي وعايز يبقى ليه اسم وعايز يبقى ليه كيان. فلما يرجع واحد زي كهربا، هذا النجم السوبر اللي بيحاول ان هو يرجع تاني يكون نجم الشباك. طبعا الكلام ده مش سهل يا جماعه، مش سهل خالص. سهل طبعا مش لما سهل. كولر الضغوطات اللي كان بيتعرض لها، الجمل يمكن اللي انت بتقولها، كهربا هيبطل، كهربا كهربا، ان انت اصلا تتحط تحت الاسبوت الفتره دي. يمكن كمان تهاجم وتقال ده مش ملتزم مع انه كان ملتزم وبيروح التمرين. فطبعا مش سهل ان احنا نشوفه من اول دقيقه بيلعب بالروح دي كانه هو امبارح. لا انت قلت جمله كانت ممتازه جدا قبل ما ندخل الهوا، انك قلتي ان كولر امبارح كان جريء. هو بالفعل طبعا. هذا المشروع السويسري اللي تواجد في النادي الاهلي عشان يكمل ما بداه فايلر، لو قلنا كده فايلر كان تجربه محترمه مع الاهلي. هذا المدير الفني امبارح راهن على كهربا وكان جريء جدا في اختياره الكهربا، ان هو بيعاند كافه المشككين، بيرد على كافه المنتقدين ان هذا النجم سوبر وهيؤدي وهيفيدني. وهو كولر نفسه في مهاجم سوبر. مظبوط. حتى على مستوى الصفقات نفسه ان هو يعني. يعني العنوان كان ليله الفولت العالي. ليله الفولت العالي، اسف. لا لو هنعنون يعني ممكن اقول كولر يلاقي ضالته، يعني اخيرا لقى الحاجه لو كان مستني. القطعه تاني اللي كانت ناقصه. تاني تاني كولر. ايوه. يعني اخيرا يجد ضالته في المهاجم. ماشي. الحقيقه يعني يمكن تكمله للكلام بتاع استاذ سامح انه حاجات كتير امبارح. المكسب عشان كده انتوا عاملين الفقره بعنوان كهربا، هو يستاهل ده، لانه صعب جدا تكون مش عارف مصيرك كلاعب. يعني ممكن تكون ما بين التعاقد مع فريق تاني او مستني فتره اللي يسمح فيها ليك انك تشارك او كده، لكن لما تبقى الموضوع مش واضح خالص، رغم طبعا تطمينات مجلس اداره ليه وكده، لكن حاجه تركز وتبقى شغلك الشاغل انه كل يوم اظهر في التمرينه. وكمان لازم ندي كولر حقه في انه العين عادله جدا، المعيار فني. هو لما شافه
شاف كهربا اللاعب، ما شافش كهربا بره الملعب ولا سال كانت ايه حواراته قبل كده ولا ايه المشكله القانونيه اللي عنده وليه اصلا في مشكله قانونيه وهو ممكن يتعرض للتوقف. شافه في الملعب واعجب جدا بامكانياته وراهن انه طب قولوا لي هيسمح لي يشارك امتى، واقتنع بيه فنيا كلاعب مفيد بالنسبه له. بالتالي الـ احنا ليه بن بن يعني بنشيد بالموضوع؟ مش بس عشان كده، عشان التزام اللي كان بيتكلم عليه سامح في الملعب والتدريب الجامد دايما ممكن ترد في الملعب، ظهر جدا. انت لما تلعب اخر مباراه رسميه في مايو 22 مع هتاي سبور اللي كان طالع ليه اعاره يا هند واميره وما كانش اساسي في الماتش ده، والمفارقه ما كانش اساسي، المفارقه ان انت نفس القصه اخر مره لاعب شارك في مباراه كره قدم رسميه صنع هدفين ومسجل هدف، المفارقه ان ده حصل في اول مشاركه ليك. فلما تقعد 8 شهور يا هند وترجع يا اميره اول مباراه ليك تسجل، معناه ان انا واقف على رجلي بدني بالزبط. واقف على رجلي فني، ان انا بشتغل في التمرين جمل تكتيكيه كتيره مع المدير الفني بتاعي. الفرحه بتاعت كولر في الهدف اللي سجله كهربا فرحه بالفينش، هو كان مستني الحته دي القطعه المفقوده في اللي ناقصه في النادي، لان انا بوصلكم للجون كتير جدا، انا كمدير فني بعمل شغلي ان انا بقدر اوصل الفرق هجوميا، لكن ما عنديش اللعيب اللي خلص او اللي يعمل فينش او اللمسه الاخيره، قلبي بيفتقد اللمسه الاخيره في منطقه ال 18. فبالتالي الهدوء بتاع كهربا في انه عمل الكوره من فوق الجون تشيب كده بسيط من فوق الجون هدف بهدوء جامد في اول مباراه يرجع ليها، اعتقد انه مكاسب كبيره جدا. واول هدف للاهلي من اكتوبر 21 كان اعتقد من لاعب بطل النايجر، وكان كهربا سجل هدف في المباراه دي. فبالتالي مكاسب كتيره جدا، يستحق الدعم ده، لانه فعلا يعني اصبر اتعب اسعى هتلاقي حقيقه من 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 مستقبل غير واضح تماما. كلام زي ما كان بتتكلموا في الفقره اللي فاتت انه هيبطل الغرامه كبيره مش هيلعب كره تاني، الى انك تلعب وتوصل فريقك لنهائي الكاس. حاجه سريعه برضه عايزين نفكر الجمهور هند واميره ان احنا لا لسه ده موسم استعاده البطولات، احنا لو عملنا تشيك كده بالقلم اول حاجه خالص حققنا كاس السوبر المؤجل السنه اللي فاتت، دي اول بطوله بننافس على سته تانيين. احنا دلوقتي في نهائي كاس مصر النسخه الماضيه اللي هي 2021، لسه عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس عالم الانديه، عندك الدوري المصري، عندك كاس الرابطه، كل يعني واحده وده يعني 1 out of 7، احنا خدنا بطوله من 7، لسه فاضل 6 بطولات نتمنى الاهلي يعني يحققهم كلهم ان شاء الله. وده هنتكلم عنه، لكن عايز اسالكم برضو وانتم اكيد اساتذه وتفهموا اكتر مني في ده، حاجه انا شفتها امبارح انه وجود كهربا خلى اللعيبه اللي حواليه ادائهم مختلف امبارح. يعني خلينا نقول انه في جمل كانت موجوده امبارح في الملعب ما كانتش موجوده قبل كده، اللعيبه اللي حوالين كهربا يمكن ما اداش اداء فردي، انا حسيت ان وجوده كان مساعد اللعيبه. عند اللعيب اللي بيتحرك صح بيجبرك انك تديله الباص بالظبط. كهربا تكتيكيا لعيب مزعج جدا لاي دفاع. لو بصينا على الهدف الاول محمد هاني طبعا يعني طبعا هشيد بيه كتير جدا انه اللعيبه اللي عجباني جدا الفتره اللي فاتت، محمد هاني لمح وطالع بالكوره كهربا اجبره انه يديله الكوره، انه عمله لونج باس قاطع في ظهر المدافعين، كهربا راح عامل العرضيه البرازيليه، وطبعا الحمد لله في توفيق انه غلطه الحارس يعني هاني سليمان وسجل منها عبد القادر. الجون الثاني نفس الجون الثاني نفس القصه، محمد هاني معلول بيلعب الكورنر، محمد هاني عمل التغطيه العكسيه هو الباك العكسي وبيلعبها بيعلقها عشان توصل جوه 18. حمدي فتحي بيشترك في الكره الثنائيه مع مدافع سموحه اعتقد محمود شبانه سامح اشترك معاه كسب الكره الثنائيه، نزلت كهربا اداها لحمدي تاني والجون ففي كل مره كهربا. الجون الثالث طبعا حسين الشحات اخذ خط ظهر سموحه بامتياز وعمل الفنت وادى الباص، كان كهربا قاطع صح جدا في ظهرهم، اكبر حسين الشحات انه اديها له في ظهر المدافعين طبعا تشوت باص على فوجوده بيدي ثقه للي حواليه. حسين الشحات شايف ان انا لعيب قادر اعمل معاه الدبل باص، محمد هاني هو جايب وشه الجبهه اليمنى حاسس انه كهربا هيقطع لي في ظهر المدافعين، لعيبه وسط الملعب طبعا طبعا، وطبعا ذكاء كولر في اختيار فاخر المباراه دي ادى اريحيه لحمدي فتحي ان انت بتشوفه في المناطق اللي قدام الجونين حمدي فتحي في ال 18 بتاعت الفرقه الثانيه، فبالتالي بيلعب دور صانع اللعب يعني. فطبعا ردا على كلام الكهرباء وجوده تكتيكيا بيساعد كل حواليه. صح. طب سامح عايزينك تقول لنا شفت ازاي المواجهه امبارح؟ بصي انا عايز اقول لك على حاجه يا اميره، امبارح الاهلي كان في حاله هايبر ماتش، دي حقيقه يعني ان الاهلي يوصل بهذا الشكل ان هو في اول 5 6 دقائق يظهر بهذا المستوى، فدي حاجة نحيي عليها كولر، ده رقم واحد. رقم اتنين لازم تحيي كهربا لسببين، السبب الأول إن هو عمل حالة هايبر في الملعب لكل اللعيبة. كل اللعيبة عايزة امبارح تظهر نفسها، اتفرج على أحمد عبد القادر وتحركاته، اتفرج على حسين الشحات امبارح اللي بيحاول إن هو يستعيد نفسه وتوازنه، صاحب الحظ السيء أنا بسميه حسين الشحات لأن هو عنده كتير وعايز يؤدي اكتر، لكن لسه عنده اصابات وراجع وفتره طويله وعايز يوري كولر ان انا موجود في الملعب، انا مش همشي من الاهلي. اتفرجي برضو على محمد هاني، اتفرجي برضو امبارح على حمدي فتحي، الكل امبارح كان خلف وبجوار
وعلى يمين وعلى شمال كهربا في حاله هايبر، ان امبارح انت كنت عايز تكسبي المباراه في اول خمس دقائق، الكل عايز يقول لكهربا انزل اعلن عن ذاتك. صحيح. انزل رد على كل المشككين، فالمباراه امبارح كانت هايله جدا فنيا من كولر. امبارح انت لعبتي شوط اول بامتياز، مش هنتكلم عن الشوط الثاني كان فيه طبعا يعني تراجع في المستوى شويه، ارتياح للنتيجه، اللعيبه برده بدنيا في الشوط الثاني بتفرق، الاهلي عنده مستشفى اصابات كثيره جدا ومشاكل متعدده جدا، فلازم الفتره اللي جايه هتساعده ان هو يقوم من ثاني. فالمباراه امبارح فنيا على مستوى الشوط الاول، ياسر قال كلمه مهمه جدا، ان كولر امبارح هو فعلا بيوصلهم لحد المرمى. اللمسه الاخيره دي معاناه في الاهلي من ايام موسيماني بالمناسبه، في اخر ايام موسيماني اللمسه الاخيره كانت معاناه، في حاله قلق، في حاله توتر، في حاله في اجهاد ذهني قبل ما يكون بدني عند اللعيبه. فايه حكايتكم وانتوا لعيبه سوبر ستار واخدين دوري ابطال افريقيا؟ فكولر بيحل من تحت. كولر بيحل بدنيا، بيحل ذهنيا، بيحل فنيا، علشان يقدر ان هو يحدد امكانيات فريقه ويعتمد على القوام الاساسي او يشكل قوام اساسي. فمباراه امبارح سموحه امبارح كانت اداره هايله جدا من كولر لازم نحييه، كانت جراه كبيره جدا من كولر لازم نحييه. كهربا امبارح كان قائد الاهلي داخل الملعب، لان هو زي ما قلت لكم كان صاحب الهايبر ماتش، ان هو بدا الحفله المجنونه. بدا امبارح الحفله المجنونه على فريق سموحه، وقدر ان هو ينصب السيرك بدري. كولر كمان استفاد من بعض الاخطاء. كولر امبارح بدا باحمد عبد القادر، احمد عبد القادر هايل لما نبتدي بيه في الشوط الاول. المباراه الاخيره لو اخذتوا بالكم امام المصري، الاهلي بدا المباراه لما نزل باحمد عبد القادر وحاول يزيد القوه الهجوميه بشادي حسين، لان احمد عبد القادر فارق يا جماعه. احمد عبد القادر في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر يستحق. احمد عبد القادر يقدر يسند مع قفشه بشكل عالي جدا، وهقف عند قفشه ايضا، لان كولر بيحاول ينجح في ان هو يعيد ترتيب اوراق بعض اللاعبين داخل الاهلي. قفشه رقم واحد، محمد شريف رقم اثنين، قفشه بدا يستعيد توازنه بالزبط. بدا يقاتل داخل الملعب، بدات لمساته تحس بيها، بدات بعض الدويتوهات اللي بنتمنى تستمر وتزيد مع احمد عبد القادر. قفشه عايز يرجع تاني للقضيه ممكن، والتهديف والصوره ان هو يرجع نجم الشباك من جديد، فده يحسب لكولر. محمد شريف نفس القصه، الراجل ما جاش قال انا هقعد محمد شريف، لا، اداله فرصه واثنين وثلاثه. كهربا امبارح عمل حاله ثانيه، ان هو خلق حاله من الغيره للمهاجمي النادي الاهلي. امبارح محمد شريف بالتاكيد قاعد بيفكر انا هيبقى مكاني فين. صحيح. شادي حسين بيفكر انا هيبقى مكاني فين. يمكن من قبل يعني ما كهربا يشارك في سموحه، كان في احد التمرينات كان عارف انه هيشارك في سموحه، قال للاعيبه انا راجع، كل واحد فيكم خاف على مكانه، كان بيهزر يعني معاهم، وده حقيقي اللي شفناه امبارح، لازم كل اللعيبه تبتدي تخاف على اماكنها. لا، هي انا قلت صراحه، كهربا امبارح شكل تهديد علني وانذار شديد اللهجه لكل مهاجمي الاهلي، وده في مصلحه كولر، في مصلحه النادي الاهلي، ان بكره ايه من النهارده لما محمد شريف يبتدي يشتغل على نفسه، لما يبتدي شادي حسين يشتغل على نفسه، ويبقى في حاله من الغيره والمنافسه في هذا المركز، كسبان هو النادي الاهلي. لان الراجل عايز يعمل صفقه سوبر، وخلاص انت بقالك اسبوعين او اقل من اسبوعين وينتهي ميركاتو الشتوي، ومن الممكن ما تقدرش انك تجيب صفقه سوبر بعد ما فشلت صفقه يعقوب، وممكن ما تقدرش. ففي النهايه انت لازم تعتمد على اوراق الرابحه اللي عندك. صح. هنروح هنكمل كلامنا عن ده، بس عايزه اسال ياسر، تتوقع ايه اللي هيحصل مع كهربا في الفتره الجايه؟ احنا عارفين طبعا ان في جلسه يوم 2/2، عارفين اللي كل الناس عارفينه، انت تتوقع بخبرتك كده ايه اللي ممكن يحصل مع كهربا؟ بعتقد يا هند انه مش هيغامر النادي الاهلي في قصه قانونيه مشاركه الكهربا في بطولات اكبر من الدوري، هيكتفي بخطاب اتحاد الكوره اللي بيؤكد حقيه اللاعب نشارك في الدوري المحلي. هيشتغل على كهربا ازاي؟ اعتقد قانونيا جلسه 2/2 حاسمه جدا للاعب ولينا كجمهور النادي الاهلي. هتشوف ملامح القصه راح. اعتقد كمان انه مشاركه كهربا ادت طمنت كل الجماهير بالذات ان اداره النادي الاهلي مش سايبه الموضوع كده في المطلق، يعني ان برضه استشاريين او 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 يعني الطاقم زي ما كان سامح بيقول اللي بيرجع لهم النادي الاهلي في الامور القانونيه، يعني موقفهم حاسبينه كويس قوي قبل ما يغامروا بمستقبل اللاعب سواء مع الاهلي او مع غيره، ان اللاعب يفضل يشارك او ما يتوقفش. يعني وجوده الفني مهم جدا وظهر ده، فبعتقد مشاركته في الماتشات اللي جايه مهمه. المباراه اللي جايه كهربا جدا يعني مهم جدا يكون موجود، بعتقد كل الاوراق محتاجه. الميزه كمان في مباراه امبارح لما ريحت نفسك بفوز بدري او سجلت هدفين سمحت لك فنيا بالمرونه الفنيه ان انا اجرب الاوراق.
يعني انا عارف ان هنخش في مباراه الزمالك بتفصيل، بس اقول حاجه سريعه. احنا لما معانا فيديو اعتقد لما خد هنشوفه. لما خدت اميره بس فيديو؟ لما اخد وقت لما اخد بس وقت انه انت كسبان ومرتاح، قدرت تدي الصفقات اللي انت محتاجها وقت، يعني بالترتيب كده اخد مروان عطيه تلت ساعه، اخد كريستو حوالي 17 دقيقه، اخد خالد فتاح 10 دقائق في الاخر. ان دلوقتي يعني لو بتسالني ايه، بس انا مطمن جدا وواثق جدا في قدره فريق على تخطي عقبه المنافس والفوز على الزمالك، لكن الخوف زي ما كان سامح بيقول او لقبها بكده مستشفى، لان انت التمرينه بتاعت النهارده بالذات وانا جاي زمايلي هناك اللي رحت تمرين كانوا بيكلموني في خمس لعيبه ما شاركتش فيهم، والخمسه من القوام الاساسي، فحمدي والسوليه في شكوك كتير جدا على مشاركتهم، والاثنين هم عصب وسط الملعب اميره وهند. هو حمدي في اصابه في اصابه والسوليه مجهد لسه، فمروان دخل مهم قوي دوره، وهي بتجيلك كده يمكن يا مروان يبقى ربنا كاتب لك انك يبقى الديبيو او اول مباراه بتلعبها وتقدم نفسك جميل الاهلي، هي مباراه قمه يعني ان شاء الله، يعني لا قدر الله ساعات بتوقع عليه ساعات احنا بنتمنى انها تولد لعيب جديد وياخد مكانه في نادي الاهلي. فبالتالي كل ما اخشاه بس مش مطمن فنيا في وجود كولر جدا، واثق فيه، واثق في روح نادي الاهلي ان هم مهم جدا المكسب. ليه؟ ان المباراه بستة بونت، المباراه بست نقاط، انا دلوقتي 31 نقطه، لما العب مع المنافس واكسبه بيتسع الفرق لثمان نقاط، بلعب اخر مباراه هند قبل ما اسافر يا اميره مع البنك الاهلي بلعبها مرتاح، واروح كاس العالم وانا متصدر الدوري بثمان نقاط، كده امنت البطولة الأهم إنها ترجع لأحضان الجزيرة، وبالتالي قادر أركز في البطولات التانية والمحكات اللي عند النادي الأهلي. مظبوط مظبوط. عايز أسأل سامح وأسألك برضو ياسر، تقولوا لنا يعني شايفين إزاي المواجهة اللي هتكون ما بين الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم السبت؟ يعني إحنا شفنا تشكيل كولر محدش بيشكك فيه، كان تشكيل قوي جدا جدا. شايفين إن هو ممكن يروح الماتش بنفس التشكيل ولا ممكن يبقى فيه تغييرات؟ هي هتبقى بس في حتة اللعيبة اللي إحنا قلنا عليها شكوك، يعني يمكن خط الظهر أنت بتعاني منه جدا جدا جدا. منعم النهارده ما شاركش واكتفى بتمرينات في الجيم، بتمنى رجوع او يبقى جاهز، يعني قدامنا لسه يومين باذن الله، يوم السبت يكون جاهز، وجوده مهم هو جدا. هو سؤال، هو المفروض ان متولي متولي موجود متولي لا متولي 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 هيغيب عشان هيغيب عشان الانذار. مين ممكن يبقى موجود مكانه؟ ما انت دلوقتي عندكش غير رامي ربيعه وكمان ياسر مجهد، ده التمرين النهارده ما نزلهاش، فدي المشكله، دي الازمه الوحيده. يعني انا يعني كعناصر انا واثق ان لعيبه النادي الاهلي قادره تتفوق على الزمالك بكل المقاييس، لكن غياب خط الظهر او قلب الدفاع وسامح يعرف الكلام ده مهمه جدا انه يكون عندك المرونه دي. فلغايه دلوقتي اللي جاهز لحد دلوقتي رامي، ممكن نشوف حد تاني بيخش في المركز ده، او ممكن حد من الناشئين تبقى برده مباراه تلعب يلعبها اول مره زي مغربي مثلا. فبالتالي دي بس الحاجه اللي مقلقانا شويه في مباراه الزمالك، الغيابات. خط الوسط هيبان ملامح مين اللي هيلعب، لكن مروان كويس انه اخد شويه، اخد التلت ساعه دي هتفرق معاه في الثقه، انه مش ما عندوش خضه الجمهور قوي، ما عندوش خضه تيشيرت الاهلي لسه، دخل في المباراه تدريجي، ممكن يشارك من اول مباراه. كريستو كمان، وكريستو ممكن ياخد جزء كريستو لكن مروان ممكن يشارك المباراه كلها هند، لان انت عندك مشكله في وسط الملعب، ممكن يشارك هو مع ديانج. بالتالي بشوف انه الفوز مهم جدا جدا جدا، على تكرار الفوز على الزمالك بعد الفوز باول بطوله في الموسم في السوبر، مهم جدا ان انا افرق على الزمالك بثمان نقاط. استغليت تعثر المنافس قبل كده لما تعادل ولما خسر، لكن دلوقتي انا محتاج قوي اني افرق قبل ما اروح كاس العالم للانديه عشان لعيبه تخش بطولة الدوري مرتاحة لما ترجع ان شاء الله كاس العالم للانديه. خلينا نقول، وبرضه سامح عايز اعرف رايك في ده، خلينا نقول ان دي فرصة انت فارق كرويا عن المنافس بشكل كبير جدا، يعني في اخر ماتشاتنا واخر ماتشات المنافس في فرق واضح جدا جدا في اللعيبه، في الاستقرار عامه. عايزك تقول لي شايف ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي ممكن ايه اللي يحصل فيه؟ بص، عايز اقول لك حاجه، يمكن انا ما بتوقعش المباريات قبلها، خاصه لقاءات القمه، لقاءات القمه خارج نطاق التوقعات تماما تماما، ولكن الاهلي كفته ارجح في هذه المباراه بشكل كبير جدا جدا. لكن الاهلي عنده، خلينا نقول مش قضيتين، عنده حاجتين في منتهى الصعوبة. الأولانية هي مستشفى الإصابات، عندك 10 إصابات، ده مش قليل، ده فريق كامل من القوام الأساسي زي ما لسه كان آسر بيقول نفس القصة. تعالي اتفرج على خط الدفاع، ياسر إبراهيم مش موجود في المباراة، إصابة ومطول شوية. عندك محمود متولي مش موجود، لأنه بعد ما خرج من مباراة المصري وأشعة وخضوع للكشف الطبي، ياسر قدامه لسه شوية لحد ما نعرف تفاصيل الدنيا فيها إيه عشان يرجع من جديد. ده واحد. التاني محمود متولي مش موجود لأنه الإنذار التاني اللي كان يعني غريب الأطوار وغريب الأشكال في المباراة، يعني انذار مستهدف، حاجة من الاثنين، يا الراجل راح محمود متولي راح عشان خاطر يغلط في الحكم فاداله الانذار، يا اما الحكم كان متعمد ده. فانا يعني انا مستنيك انا الحكم بيقول انا مستنيك تعالى لي، انا عايزك انت تعالى فهدي لك الانذار، فانت مش متواجد في لقاء القمة.
عندك ايضا محمد عبد المنعم اجهاد عضلي لسه مش متواجد في مباراه الامس، ومعلوماتي انهم بيحاولوا يحافظوا عليه لحد مباراه القمه، وده مهم جدا ان هذا اللاعب يكون متواجد في مباراه زي دي، لان محمد قدراته عاليه، لاعب دولي عنده خبره، مطلوب انه يكون متواجد على الاقل بجوار رامي ربيعه، لان مش موجود لا ياسر ابراهيم ولا محمود متولي حتى هذه اللحظه، ياسر ابراهيم خارج الخدمه مع متولي. نفس الازمه الباك اليمين مش موجود تماما، اكرم توفيق وكريم فؤاد رجعوا لنا بالف سلامه، الاثنين صليبي تحاول تعتمد على خالد عبد الفتاح عشان كده جبتيه اعاره من سموحه. وسط الملعب حمدي فتحي مش موجود ايضا لان هو عنده اصابه، يا رب يكون متواجد، لكن انا بقول لكم اصابه حمدي فتحي في الكاحل والتواء والقصص عايزين نطمن بعد الاشعه والكلام ده. عندك ايضا بيرسيتاو الراجل اللي حاول يعتمد عليه لانه ما عندوش، عايز يشوف مهاجم سوبر بيرسيتاو. الراجل شارك في التدريبات الجماعيه دي حقيقه، محمد طاهر اعتقد هيبقى موجود، لسه لا زال في غموض حوالين بيرسيتاو وطاهر محمد طاهر. وبالمناسبه بيرسيتاو شارك جماعي ليله مباراه سموحه 48 ساعه كان بيشارك في الجماعي خلاص، ودخل من الممكن تلاقي بيرسيتاو، دي حقيقه. فعندك مستشفى اصابات، 10 لاعبين في الاهلي عندهم اصابات، نفس ازمه الموسم الماضي، نفس ازمه بيتسو موسيماني، نفس ازمه خروجك من دوري ابطال افريقيا والانهاك في كاس امم الافريقيه ثم دوري ابطال افريقيا ثم كاس العالم للانديه، فانت تعبانه، عندك ازمات، عندك مستشفى اصابات، دي الازمه اللي لازم كولر حي لازم يعديها باي شكل. رغم الازمه دي احنا متفائلين خير طبعا، متفائلين خير طبعًا، وان شاء الله احنا طبعًا. للاسف فقرتنا وقتها خلص للاسف، يعني عايزين نقعد معاكم والله اليوم كله، في اسئله كتير قوي. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب ونحقق البطوله، وانتوا نورتونا، وان شاء الله نيجي تاني مع بعض بقى واحنا كسبانين. قبل ما تختمي عايز اقول الحاجه الثانيه، ان كهربا في هذه المباراه كارت رابح بنسبه 100% لسبب بسيط جدا، ان هو عامل نفسي غير طبيعي على الخصم، عامل نفسي غير طبيعي على المنافس، وهي دي قدره اللاعب ان هو يعلن عن ذاته وبلغه الكره بقى يعني يرد الاعتبار داخل الملعب، يفرح جماهير الاهلي ويفوز على المنافس التقليدي بالبلد كده بيقولوها يعلم عليه بالظبط. ان شاء الله باذن الله. توقعاتكم سريعا قبل ما نختم. انا بالنسبه لي شايف ان هو اتوقع المباراه اذا مشيت في صالح الاهلي تبقى 2-0 او 2-1. يعني لا فيش عراية بين التوقع والتمني، التمني ان شاء الله نكسب والتوقع برضه نكسب. هنكسب. ان شاء الله هنكسب ان شاء الله، بس مش بعرف توقع قمه خالص زي ما كان زمان بيقول خارج التوقعات، بس ان شاء الله مكسب ان شاء الله. نورتونا اسر وسامح، خلصت فقرتنا مشاهدينا، نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا، استنونا.